تطور الانسان الجزء الثامن والعشرين ونطبق الطفرات واحتماليه الطفرات على حفريه لوسي ونشوف هتطلع ايه وهنلاقي ان احتماليه الطفرات وقواعد الطفرات العلميه تؤكد خطا حفريه لوسي وده اللي هندرسه النهارده بشيء من الاختصار مع بعض باختصار شديد للناس اللي بتستغرب طبعا احنا فترة مسيحيات وكان لسه الأساتذة الأحباء بيقولوا للإخوة المسلمين خليكم معانا ده فترة مسيحيات دلوقتي البعض ممكن يستعجب طب ليه بنتكلم في حاجات حفريات إنسان ولوسي ومش عارف وإيه المفروض في فترة مسيحيات الحقيقة ده مهم جدا في اللاهوت الدفاعي لأنه الإلحاد لما حب يهاجم الكتاب المقدس مش هاجمه بشبهة المعلومة دي غلط العدد الفلاني محرف لأ حب يهاجمه من بدايته إنه يقولوا إن الكتاب المقدس اللي تكلم على خلق كل الكائنات خطأ الكائنات ما جاتش بالخلق الكائنات جات بالتطور وكده بناء عليه الكتاب المقدس طالما بدايته غلط يبقى كل اللي فيه غلط لأن ما بني على خطأ فهو خطأ عشان كده في اللاهوت الدفاعي جزء مهم جدا كمان مش بس نرد على شبهات المسلمين وغيره لكن ايضا شبهات الملحدين اللي بيحاولوا يخطئوا الكتاب المقدس وبنسبه بي بالادله العلميه الواضحة حسب ابحاث العلماء المتخصصه ان اكشولي ما قالوا الكتاب المقدس عن الخلق هو الصحيح وليس التطور. في موضوع ادعاء ان الانسان اتى بالتطور ابتدينا نتكلم مع بعض هل فعلا الانسان جه بالخلق زي ما قال الكتاب المقدس من ادم وحواء زي ما قال الكتاب المقدس ولا الانسان اتى بالتطور طيب بيقدموا حفريات كثيره في ادعاء تطور الانسان مسكنا السلسله من بدايتها وعرفنا النقطه اللي ما بياخدش بالهم ناس كتير جدا منها انه رحله التطور اللي بدات من جد مشترك من 4.1 مليار سنه لغاية الإنسان الحديث من 300 ألف سنة الرحلة العملاقة دية اللي استغرقت أكتر من 4 مليار سنة أكشن ما فيش فيها حفريات غير الخناقة في آخر 2 مليون سنة وهم دول اللي بنتكلم عليها وده اللي كان لازم أوضحه بالتفصيل علشان الناس ما تبقاش مخدوعة بنقطة واحدة سودة في الصفحة مش فاهمينها تفاصيلها إيه لازم تشوف الصورة بالكامل عشان تدرك إيه القصة فعرفنا انه الجد الاصلي اللي بدا الحياه غير موجود وده الادله علميه اللي يشبه البروكاريوتس ولا يوجد اي دليل علمي عليه بل يوجد ادله قويه على عدم وجوده هذا الجد اللي بدا الكومن انسيستور الجد المشترك لكل الكائنات الحيه ده اكشول علم الجينات اثبت انه هو ما ينفعش عن طريق جزء مهم جدا في علم الجينات اللي هو يسمى المينيمم جين كونسبت او اقل عدد جينات لابسط كائن عشان يعرف يعيش وينقسم فده دمره ده, ما ملوش وجود بعد كده عرفنا انه <applause> ادعاء تطوره الى حقيقة النواه ده ملوش وجود ومفيش مراحل وسيطه ولا جد مشترك حقيقي النواه ليس له وجود بعد كده المفروض يتطور فيه مليار ونص سنة عشان يتحول من حقيق النواة للخلية الحيوانية واللي تبدأ المملكة الحيوانية وعرفنا ان مراحل التطور ملهاش وجود والجد المشترك للمملكة الحيوانية برضو ده كائن خيالي ليس له اي وجود على الاطلاق بل اكشولي برضو بالهيستولوجي والجينيتكس والسيتولوجي كل العلوم دي كلها اكدت ان ده ما ينفعش ليه لم اللي بيسمى الريديوسبل كومبلكستي التعقيد الذي لا يمكن اختزاله انت ما تقدرش تمسك عضو بسيط في هذه الكائنات وهو مش بيبقى بسيط بيبقى معقد جدا في تصميمه وتقول اختزله عشان يكون جيد بالتطور لا ما ينفعش فاي ابسط اشكال الاعضاء للتغذيه ما تنفعش تكون جت بالتطور التدريجي لانها لو اثناء عدم اكتمالها يعني كائن من بدايته ما بيتغذاش يعني ضم خلص انتهت السيل ميمبرين السيل وول كل الكلام ده كله ما ينفعش يجي تدريجيا لان اي نقص فيه معناه كائن ميت ايضا مش بس ما لقيناش الجد المشترك لكل المملكه الحيوانيه ولا كل اللي قبله وكده 3 مليار ونص من رحله تطور الانسان بالكامل مضروبه ده كمان المفروض طلع منه شعب كتيره منه الشعب المهمه الحبليات وما لقيناش مراحل تطور الحيوان للحبليات وبعد كده ما لقيناش مراحل تطور الحبليات للفقريات ولا الجد المشترك لكل الفقريات. وما لقيناش مراحل تطور الفقريات للرباعيات ولا الجد المشترك لكل الرباعيات رغم ان ده المفروض سد في البريه لوحده. فين كل ده؟ احنا بنتكلم على 3 مليار و400 مليون سنه. يعني 3400 مليون سنه ما فيش حفريه واحده ولا جد مشترك وجايين تتكلموا لي على 2 مليون تماشيا مع فرضيه اعمار الطبقات من عمر التطور الانسان بعد كده مفيش اي مراحل تطور من الرباعيات الى صف الثدييات الممالية ولا الجد المشترك للثدييات ليس له وجود ولا عندنا اي مراحل تطور الثدييات للمشيميات ولا الجد المشترك للمشيميات ولا مراحل تطور المشيميات للرئيسيات ولا الجد المشترك لكل الرئيسيات ولا مراحل تطور كل الاجناس اللي طلعت منه زي الليمور ولا حتى المراحل اللي بعدها زي البابون ولا مراحل تطوره لغاية القردة ولا جد مشترك للقردة كل ده ملهوش وجود ولا عندنا أي مراحل تطور من القردة إلى القردة العليا مفيش ولا الجد المشترك للقردة العليا كل ده ليس له وجود من أربعة من عشرة مليار سنة 15 مليون سنة مفيش حاجة خالص صفر ممحو تماماً والكلام ده مش كلامي ده جبت لكم نصا من علماء التطور نفسهم بيقول لكم سجل تطور الانسان ممحو ممسوح باستيكا ابيض ولا مراحل تطور القردة العليا الى الاورانجوتونات ولا تطور القردة العليا الى تحت الانسانيات كل ده ملهوش وجود ولا الجد المشترك لتحت الانسانيات اللي طلعت منه الغوريلات ولا مراحل تطور الغوريلات كل ده ملهوش وجود ولا مراحل تطور تحت الانسانيات لاشباه البشر اللي طلع منها المفروض الشمبانزي ما فيش مراحل تطور الشمبانزي على الاطلاق ولا مراحل تطور اشباه البشر الى شبيه الانسانيات اللي المفروض طلع منها الانسان، الخناقه كلها زي ما قلت لكم في الجزء ده. هو الجزء ده بس اللي عليه الخناقه. الباقي كله هم عارفين انه ملوش وجود. تخيل الصفحه العملاقه دي كلها السجل العملاق كله ده ابيض وعارفين ان هو ابيض. وبيقروا بيه في المراجع سجل التطور الانسان ممحو والخناقه كلها على الجزء ده من قبل لوسي بشويه صغيره ولوسي وما بعدها عشان تعرف ان ولادك لما بيكلموهم على ادعاء حفريه لوسي ولا غيره بيخلوهم يبصوا من انبوب عشان يشوفوا نقطه واحده لانو مش عايزين يشوفوا الصوره كامله لان ابنك لو شاف الصوره كامله هيعرف ان كل ادعاء التطور ده خطا جمله وتفصيلا وعشان كده هنا بنتكلم على اللي بيحاولوا ما يقولوهوش. مش بس بنرد على اللي بيقولوه ده كمان بنوضح اللي ما بيقولوهوش. ادي آه سجل تطور الانسان. بدانا بعد كده في الحفريات اللي بتقدم وعرفنا ان كل الحفريات دي كلها ما لهاش وجود. والمراحل اللي حاولوا يقولوا سابقا وكلها اقروا بيها ان هي عباره عن اجناس انقرضت وبس الاجيبتوبيثيكاس والبيلوبيثيكاس والبروكونسول والدرايوبيثيكاس والرامابيثيكاس والوريوبيثيكاس والسهيلانثروباس والاورانين والاردبيثيكاس كدابا والاردبيثيكاس راميداس والاسترالوبيثيكاس انامنسس درسناهم كلهم بحفرياتهم وعرفنا ان كلهم في الاخر العلماء اه لما يحط يحب يخدعوا ابنك في المدرسه يحطوا الصور جنب بعض لكن لما تمسك حفريه حفريه بيقر ده جنس انضفر وبس ولا مرحله بسيطه ولا غيره لا هو جد مشترك ولا هو اي مراحل وسيطه كل دول اجناس انضفر طب بتحطوهم للعيال ليه كصور جنب بعض عشان يفكروا ان ده التطور التدريجي رغم انه واضح انتوا بتقروا ان ده مش التطور التدريجي ليه بتحطوهم للولاد لما يشوفوا صوره زي المنظر ده يفكروا ايوه بصوا البيلوبيثيكس تطور للبروكونسول تطور للدرايوبيثيكاس والاوريوبيثيكاس والرامابيثيكاس والاسترالوبيثيكاس وهكذا ليه بتوحي للاطفال بصور زي دي ان هو ده اللي حصل لما تمسك الحفريات بتاعتهم بتلاقي وكلام العلماء عنهم والابحاث التفصيليه بتلاقي الكلام ده لا دي كلها فقط عباره عن اجناس اندثرت بس ليه بترتبوهم الترتيب ده ما اي دليل في هذا الترتيب غير فقط اثبات عقيدتهم اللي اكشوال العلم بيثبت عكسها. وعشان كده كل الكائنات اللي قدمتها لحضراتكم كلهم بالاسماء السنائية الباينوميالز يعني ايه؟ يعني اجناس. ودايما بيكون عظام صغيره مختلطه وبعضهم بيضيفوا اليها عظام بشر زي ما اتكلمنا عنها بالتفصيل باقرار العلماء نفسهم. ولا واحدة فيهم لا جد مشترك ولا مرحلة بسيطة ولا واحد تطور للتاني ولا زلنا حتى الآن بعد ما خلاص كابتن الإنسان حسب ادعائهم وتماشيا مع الأعمار اللي بيقدموها اللي قدمت أدلة على خطأها ولكن بدنا نتماشى معها جدلا خلاص الإنسان انفصل عن كل القردة بما فيها الكابتن الشمبانزي وبقي ماشي لوحده ووصلنا لغاية دلوقتي خلاص أقل من أربعة مليون احنا وصلنا 3.2 من عشرة مليون سنه من أربعة وواحد من عشرة مليار إلى ثلاثة مليون سنة أو ثلاثة مليون واثنين ألف يعني من أربعة آلاف ومية مليون إلى ثلاثة من عشرة مليون ما عنديش جد ولا مرحلة بسيطة لغاية ما نوصل لأسترالوبيسكس أفرانسس وعرفنا أن أسترالوبيسكس في جزء 15 أنه صفاته أكشل بيقروا العلماء تقريبا كلها تطابق أحد أنواع الشمبانزي اللي هو الشمبانزي القسم اللي ما كانش مدروس قوي زمان مش كل الاسترالوبيسكس في ما عدا صدايبه هنعرف قصتها بعدين وبدانا في مرحله الاسترالوبيسكس افرانسس او القرد الافريقي الجنوبي من افار من عفار في اثيوبيا وعرفنا كارثه اكتشاف خطوات بشريه طبيعيه تماما لبشر عاديين بطولهم بوزنهم بكل حاجه اقدم من لوسي واطولهم اضعاف لوسي لكن نسبوها زورا لمرحلة لوسي اللي هي أو افرانسيس ليه؟ علشان يخرجوا من الكارثة. عندهم دليل واضح جدا على أن الإنسان كان موجود قبل لوسي من آثار أقدامه. فادعوا أن هي دي خطوات لوسي، لأ دي مش خطوات جنس لوسي، لأنه تم اكتشاف بعد ذلك عظام أقدام جنس لوسي واتضح أن هو زي الشمبانزي القسم عادي. مش زي الإنسان. ودرسنا باختصار مش بس خطوات لايطولي، خطوات بشريه كتير في طبقات مختلفه. كلهم اقدم من المراحل المزعومه لتطور الانسان زي لوسي. وده اثبت خطا التطور المزعوم بوضوح جملة وتفصيلا. بل مش بس خطوات بشريه، كمان حفريات بشريه. اقدم ادوات بشريه. وايضا حفريات بشريه اقدم من لوس بكتير وفي جزء من الاجزاء السابقه اللي قدمتها قدمت لحضراتكم قائمه من حفريات الانسان القديمه اقدم من لوس بكتير جدا. ده معناه التطور غلط، طب ليه مصرين التمسك عليه؟ لان ما عندهمش بديل، لانهم عمرهم ما هيقبلوا يعترفوا بالخلق والتصميم. وزي ما قلت سابقا عن اكتشاف عظام اقدام الاسترالوبيثيكس افرانسيس جنس لوسي اللي اكد ان هي زي رجليها زي الشمبانزي بالظبط وما كانتش بتمشي ولا غيره كانت بتتسلق على الشجر زي الشمبانزي بل درسنا في الاجزاء السابقه حفريه ابن لوسي كمان واللي اكد اكتر واكتر ان الاسترالو هو فقط قرد زي الشمبانزي في كل صفاته وبدأنا ندرس الحفرية المهمة جدا اللي بيعتبرها كتير من مؤمن التطور ان هي الاساسية في ادعاء تطور الانسان او مراحل تطور الانسان او هو يعتبر اقوى دليل وغا... حتى الان واشهرهم حتى لو بتكلم واحد من اياهم بتوعه القشور العلميه اللي ياخد له عنوانين ثلاثه في مجله ولا بتاع ويطلع يتشدق بيهم وتقول له ايه دليلك ان الانسان جيب التطور يقولك لوسي طب هو ارى بحث مكتمل عن لوسي لا فبدانا في دراسه الحفريه الاساسيه في مراحل تطور الانسان وادله تطوره اللي بسبب تمسكهم بيها حتى كمان بيرفضوا حفريات تانية وعرفنا في الأجزاء السابقة أيضا في الجزء 15 أنه هيكل لوسي المكتشف اللي هو يمثل 40% من المفروض كانوا يلاقوه هو يطابق هيكل الشمبانزي القزمي في كل شيء فيما عدا حاجتين الناس اللي بتحضر معايا ومتابعة فاكرين عظمة الركبة وعظمة الحوض والاثنين هما دول بس اللي بيدعوا بيعتمدوا عليهم في ادعاء ان لوسي مرحله وسيطه. لكن عرفنا كارثه ان ركبه لوسي دي مش ركبه لوسي اصلا، واللي دايما يكتبوا لكم في, المج... في المجلات لوسي زني دي مش ركبه لوسي اصلا. ركبه لوسي غير مكتمله وما تناسبش للي بيقولوه، لكن التي نسبت للوسي هي اكتشفت على سطح الارض قبل ما يكتشف لوسي بسنه في منطقه مختلفه تبعد عن مكان حفرية لوسي بكيلو ونص على سطح طبقة أكثر انخفاضا من طبقة لوسي بسبعين متر بنوعية تربة مختلفة تماما على اللي قوم فيها حفرية لوسي بل كمان الحفرية الركبة دي دي لقيوها قريب من مقبرة بشرية يعني ركبة بشرية وحددوا عمرها كمان بأقدم من هيكل لوسي ب ألف سنة عشان في طبقة أكثر انخفاضا من لوسي تخيل لوسي 3 مليون و2 200 الف سنه ركبه لوسي 3 مليون 400 الف سنه يعني ركبه لوسي اتحجرت قبل ما لوسي تتولد ب 200 الف سنه عادي لازم تتماشى مع علوم التطور وتقبل لما يقولوا لك في المجله دي ركبه لوسي اوعى تعترض لا توصف بانك جاهل احنا برضو اللي جهله والمجلات العلميه اللي بتكتب ركبه لوسي على ركبه بشريه نسبوها لوسي هم المثقفين ولا المزورين ما علينا عرفنا ايضا ان عظمة الحوض اللي دايما يتقال على انها عظمة حوض لوسي اللي تثبت ان لوسي بدأت تقف باستقامة مش زي الشمبانزي محني وتمشي على رجلين مش زي الشمبانزي بيمشي على اربعة عرفنا ان عظمة الحوض دي اللي بتتاخد فيها دراسات دكتوراه هي أكشن مش الاصلية لأن عظمة الحوض الأصلية بتاعة لوسي تطابق الشمبانزي ما نفعتش ركنوها على جنب عملوا قالب بديل صنعوه وشكلوه بطريقة يشبه البشر وهو ده اللي بيحطوه مع الهيكل ولما يعملوا ريبليكا للهيكل بتاع لوسي ويتبعت للمتاحف أو يتبعت للطلبة اللي عايزين يدرسوا ماجستير ودكتوراه يبعتولهم بصوره من القالب المزور، ودرسنا الموضوع ده بالتفصيل بفيديو من صاح من اللي قام بالتزوير ده بنفسه، اوين لاف جوي، وقال الكلام ده نصا، بالصوت والصوره، بل للأسف عرفنا انهم مش بيكتفوا بس ان ينسبوا ركبه بشريه الى هيكل القردة لوسي، ولا بتزوير عظمه الحوض الأصليه اللي تشبه الشمبانزي بواحده بديله تشبه الانسان. بل وصل الامر انهم عرفنا المره اللي فاتت وقدمت لكم بادله كثيره جدا لما يقوموا بصنع تماثيل تخيليه للوسي عشان يحطوها في المتاحف يعملوها بايدين ورجلين بشر مش بقرده رغم ان لم يكتشف عظمه واحده لا الكف ولا القدم لوسي وما تم اكتشافه في هياكل اخرى للاسترالوبيثكوس افرانسس تطابق الشمبانزي طب ليه بتعمل هيكل لوسي بايدين ورجلين بشر؟ ووش يشبه نص انسان نص قرد عشان تخدع على التلاميذ اللي يجوا يتفرجوا على المتاحف؟ بل اوريدي انت عندك حفريات للاسترالوبيسكس افرانساس جنس لوسي ايديه ورجليه زي الشمبانزي؟ فازاي بتدعوا ان ايدين ورجلين لوسي بشريه؟ ده اسمه تزوير. ابدا اضيف لحضراتكم حاجات صغيره النهارده فوق كل اللي قلناه حتى الان. وهو من الناحيه الجينيه. طب ما تيجي نفكر جينيتيكالي في هيكل لوسي هو فعلا لوسي تنفع يكون الركبة بتاعتها اتطورت تدريجيا من ركبة الشمبانزي اللي ما بتقفلش المنحنية المنثنية اللي تخليه يمشي على أربعة أو يمشي على قدمين فترة بسيطة وكمل بعد كده ماشي على أربعة إلى الركبة البشرية اللي فيها ناقل اللي هي تقفل عشان الإنسان يقدر يمشي على قدمين بس اللي هي فيه إنسان نظام القفل بتاع مفصل الركبة اللي يقدر يمشي بيه ساعات هخالف كل اللي قلته لكم الاجزاء الماضية واللي قدمته من ابحاث وهتجاهل ان هم نحطوا ركبة بشرية لهيكل لوسي القردة وهتجاهل تماما ان زوروا عظمة الحوض وركنوا الاصلية اللي تشبه الشمبانزي وعملوا قالب جديد يشبه الانسان وهتماشى مع هذا التزوير وهعتبر ان دي ركبة لوسي وحوض لوسي وهتجاهل ان الركبه دي لقيوها قرب مقبره بشريه وحطوها في هيكل لوسي. ايه رايكم؟ وهعتبر فعلا التزوير اللي بيعملوه في المتاحف صح وان اقدام لوسي تشبه البشر. وليس ما تم اثباته بحفريات من جنس لوسي لوسي ان اقدامها هي زي الشمبانزي، ايه رايكم؟ فهنا لي سؤال انا تنازلت عن كل هذا. ممكن من حقي بالتفكير النقدي اتساءل؟ ولا انا مش من حقي اتساءل هم من حقهم ينقدوا زي ما هم عايزين الا لكن احنا لا فالسؤال اللي انا عايز اساله طيب المرحله اللي قبل لوسي ركبتها يا سيدي زي الشمبانزي بالظبط ماشي يا يعني. عم لوسي ام ايه ركبتها بشريه كويس كده يا اخوه ملحدين او يا اخوه تطوريين عداني العيب طيب طب ممكن تقولوا لي اين مراحل تطور الركبة اللي كانت زي الشمبانزي بالظبط من الجلد المشترك تدريجيا إلى لوسي اللي بركبة بشرية؟ ممكن يعني إيه؟ يعني فين مراحل التغير؟ في الركبة المراحل التدريجية من المراحل الوسيطة لتظهر التطور التدريج البسيط وبخاصة التدريج في المشي التغير التدريج البسيط في شكل عظام الركبة والحوض والأقدام فين المراحل دي؟ أين هذه المراحل؟ أين المراحل الوسيطة اللي بتتدرج فيها الركبة من ركبة شمبانزي ما بيقفلش إلى ركبة لوسي زي الإنسان بتقفل عشان تمشي؟ فين؟ الإجابة باختصار شديد ما فيش ما هو قبل لوسي مباشرة الأرضي ركبته قردة لوسي ركبتها بشرية طب ما بينهم فين فين التغير التدريجي ما فيش ما كانش ينعس ايه رأيكم فكل ما قبل لوسي بل كمان بقية حفريات جنس لوسي اللي فيها ركب حتى المش مكتملة هي زي القردة وفجأة بسبب الركبة المنسوبة للوسي ركبة بشرية ونفس الأمر أين مراحل تطور عظمة الحوض اللي من مفرودة بطريقة ما تناسب القرد اللي ماشي منسني إلى عظمة حوض إلى ثلاثية الأبعاد اللي تشبه الإنسان. فين مراحل تطورها؟ ولا هو قرد بركبة قرد خلي فلوسي بركبة بشرية فجأة كده في يوم وليلة هيلا هوب! لا، مفيش حاجات اسمها معجزات عندكم. أنت عندكم تغير بسيط متراكم في الجيل، يعني تغير واحد في الجيل يحصل وراه تغير تاني في الجيل التالي اليه يضاف اليه والانتخاب الطبيعي ينتخبه وهكذا وهكذا طفرات عشوائية تعمل شوية تغيرات تنتخبها الطبيعة يجي الجيل اللي بعده طفرة عشوائية تانية وهكذا وهكذا صح؟ مش ده ايه سي التطور او النيو داروينزم او الداروينية الحديثة نفس الامر اين مراحل تطور عظام الاقدام تتطور تدريجيا من عظام أقدام تشبه الشمبانزي إلى عظام أقدام تشبه الإنسان فين؟ الكلام ده اللي أنا بقوله ده مش حاجة بسيطة خلي بالك أرضي من أربعة مليون للوسي من ثلاثة مليون واثنين من عشر يعني بتتكلم على كام مئة ألف سنة وأنا كمان مش هتكلم على الأنامينس اللي أوريدي من ثلاثة مليون ونص يعني بتتكلم على أدوبك واربع ربعمائة ألف سنة عشان تتطور ركبة لوسي ده كمان من الأنامينس إلى ركبة لوسي الثلاثة واربعة من عشرة مليون أنا على تكلم على مئة ألف سنة بس من ركبة قرد لركبة إنسان في مئة ألف سنة كان عندك ركبة تطورت بالكامل تدريجيا بس بالكامل عشان يتغير عظمة الركبة من نظام القردة اللي ما بتقفلش إلى ركبة الإنسان اللي بتقفل عشان يقدر يمشي أنت عايز على الأقل في العظام مينيمم بتتكلم على تغير في نهايات أربع عظام. المهم منهم اتنين اللي هو نهاية الفيمر النهاية السفلية لعظمة الفيمر بتاعة الفخذ والنهاية العلوية لعظمة التبية بتاعة الساق. عشان يكونوا مناسبين لبعض ويتكون فيهم نظام الغلق اللي تقفل العظمتين على بعض عشان يقدر يمشي. كويس؟ وأيضا طبعا مع التغير ده لازم يحصل تغير في الغضاريف اللي بتتكون حوالين النهايتين دول والنسبه بتاعتها لان هيبتدي يمشي على ركبته اكتر وتشيل وزن الجسم والسائل المفصلي اكتر السينوفيال فلويد والكبسوله في نفس الوقت كل ده يتغير واسلوب الربط بالاربطه والعضلات كل ده يناسب هذا التغير كويس ادي ركبه الانسان ده كمان سيمبلي ده مش بالتفصيل ده صورة مبسطة ده عظمة الفيمر ده عظمة التيبيا دي العظمة الباتيلا اللي هي بيسموها الصابونة وده المفصل اللي هو موجود في الكارتليج والساينوفيا الفلويد والأربطة وهكذا كل ده محتاج يتغير وطبعا معاها الفابيولا اللي هي جنب التيبيا كويس ملحوظة لو الجزء ده مثلا بدا يتغير والجزء ده ما اتغيرش هيبقى مؤلم جدا حد عندنا هنا عنده مشكله في الركبه اللي بدا يتاكل الغضروف عنده الام شديده في عظمه الركبه او لا قدر الله حصلت له حادثه وجزء من كسر بسيط او هكذا طيب استاذه فيري اولد وومن بتقول انا هو ده القصه اللي بتحصل ده جزء بيتاكل تخيل بقى لا مش جزء اتاكل ده عظمه اتغير شكلها بقت مش مناسبه للعظمه التانية وبدا الاحتكاك ما بين العظمتين تخيل الالام الرهيبه ده تاكل بسيط في الغضروف مش تغير شكل العظام تاكل بيسبب الام شديده تخيل لو عظمه بقى شكلها بطفره اتغيرت وبقت العظمتين يحتكوا ببعض تخيل الالام الشديده جدا مع كل محاوله خطوه على تمشي بالرجل دي وده في رجل مش رجلين وتخيل بقى كمان انه جسم القرده يختلف عن الانسان احنا عندنا الطرفين السفليين كبار بالنسبه لحجم الجسم عشان يشيلوا الوزن القرده الطرفين السفليين اللي فيها قصيرين لان ما بيشيلوش الجسم بتتعلق بالاكتر على الايدين اي عدم اكتمال مؤلم جدا ويجعل الكائن غير قادر على المشي بسهوله ده في الم رهيب في ركبته. تخيل طفره حصلت لجد لوسي زودت عظمه او جزء في العظمه بألم الم رهيبه قوم ايه المفروض ده اللي ينتخب عشان يسود. ابسط لكم الموضوع عشان تتخيلوا الصورة اكتر. معلش سامحوني بس ده للي هيتخيل الصوره معايا كويس جدا وهيركز في الارقام هيعرف ان الموضوع ده كله خرافه اللي بيقولوه ادعاء التطور. هتجاهل العظمتين الباتيلا اللي هي الصابونه والفيبيولا اسيبهم كده على جنب مش مهم. وهتجاهل الاربطه وهتجاهل كل الكلام ده هتكلم على العظمتين بس عشان ابسط الموضوع للتطورين لاقصى حد. من ركبه شمبانزي الجد المشترك اللي يشبه الشمبانزي الفيمور والتيبيا إلى يتطور تدريجيًا إلى ركبة إنسان، أدي الفيمور وأدي التيبيا بتاعتهم، واللي مختلفين في شكلهم. كويس؟ فالمفروض دي تتطور لدي، ودي تتطور لدي، وحسيب الباقيين، مش مهمين دلوقتي. رغم إن الصابونة دي مهمة لنظام القفل، بس معلش، مش, مش هصدعكم بهذا الأمر. عشان يكون نظام الغلق اللي موجود هنا، اللي مش موجود في القردة. كويس مع ملاحظه مره تانية اي تغير بسيط ولسه ما اكتملش يعني بدا يتغير حته هنا ولسه ما اكتملتش دي الم رهيبه وعدم القدره على المشي تغير هنا ولسه دي ما اتغيرتش الم رهيبه ما يقدرش يمشي فاهمني كويس بقول ايه وكمان في كائن زي الشمبانزي او لوسي يعني ده مش هيقدر يمشي ولا كمان هيقدر يتسلق هتنازل جدلا عن اللي قدمته وهتمشى مع احتماليه التطور عن طريق الطفرات بالاحتمالات وفي الحسابات دي هقدم تنازلات اصفها بانها غير معقوله وغير علميه لكن فقط اثبت لهم خطا ادعاء التطور بالطفرات المتتاليه اولا رغم انه لم يثبت وجود طفره واحده مفيده واتكلمت في الموضوع ده تفصيلا في قواعد الطفرات في القسم الخامس وايضا اسف في القسم السادس ان مفيش حاجه اسمها طفره مفيده تغير لك شكل العضو ليكون احسن وافضل ده ملهوش وجود فمفيش حاجه اسمها طفره هتغير لك شكل العظمه تبقى عظمه اروع بكتير لا لان الطفرات ضاره وحتى لو تمشينا مع كلامهم اللي قالوا اللي قالوا تسعة وتسعة من عشرة في المية من الطفرات ضارة وواحد من عشرة في المية مفيدة يعني ولا نتيجة الانتخابات الرئيسية ماشي يعني واحد طفرة من كل ألف هي المفيدة والألف ضارين وممكن يكونوا قاتلين كمان ده مش أنا اللي قلت قدمته مراجع تفصيلية وحتنازل عن ذلك إيه رأيكم وهعتبر الألف طفرة كلهم مفيدين إيه رأيكم عشان أوصل لأقصى حد من التنازل رغم أن طفرة واحدة ضارة من الألف دولة هي أوريدي قاتلة done خلصت لكن لا أنا هفترض كل الطفرات نافعة ما فيش ولا واحدة ضارة رغم أن هما واحدة لكل ألف هي المفيدة و999 من كل ألف كلهم ضارين ما علينا أتنازل معها اتنين أيضا رغم حدوث الطفرات ده شيء نادر وزي ما قدمت الكلام ده بأدلة وتغير كود مش جينات بيزال لكن هتنازل جدا وأعتبر كل الطفرات بتحصل بسرعه وكل جيل حاجه جديده بل كمان احنا عرفنا الطفرات الجنسيه اللي تورث اقل بكثير جدا من الطفرات الجسميه. لا هفترض كمان كل طفره بتحصل بتتورث، يعني انا بتنازل لاقصى حد مفيش عالم جينات هيقبل هذا التنازل. وهعتبر ان كل طفره بتحصل بتتورث على طول. بل ايه رايكم هعتبر ان الطفره هي تغير في جين كامل. جين بكل اكواده اللي ممكن بعض الجينات بتوصل 27 الف كود مش هعتبر الطفره هي تغير فكود في كود في جين لا هعتبر التغير هو جين كامل يعني انبيليفبل تنازل في موضوع الطفره وهتمشى مع كل ده وكمان هفترض عدم تداخل الجينات انتوا عارفين انه الوظيفه بتحتاج اكتر من جين ونجين بيدخل في اكتر من وظيفه لا هعتبر انه الجين بيعمل وظيفه واحده وخلص على كده لان طبعا لو دخلنا في موضوع التداخل ده خلص بن خلصت مستحيل مفيش حاجه اسمها جين هيتغير عشان يعمل وظيفه جديده لانه قصاده هيكون خرب 15 وظيفه تانية هو شغال فيها يعني لازم هيكون مميت لا هفترض ان الجين هو ليه وظيفه واحده ملوش وظائف كتير وحد حلغي تماما اللي اثبته علم الجينات بتداخل وظائف الجينات ايه رايكم لانه لو اعتبرت تداخل الجينات اوريدي الموضوع خرب ومش هينفع بالتطور. ورابعا هفترض عشان يحصل تطور عظام الركبه همشي مع عظمه واحده بس عشان ابسط لكم الموضوع. ده زي مثلا نهايه الفيمر نهايه عظمه الفخد ناحيه الركبه. وايه رايكم مش هفترض ان انا عايز مئات الجينات؟ لا ده انا هفترض ان انا كل اللي عايزه تغير في عشر جينات هتبقى نهاية الفيمر زي الفل وعظم حلوة قوي بكل جينات الانتاجية أو التعبيرية وجينات التحكمية يعني حاولنا أنا كل اللي عايزه فقط طفرات في عشر جينات هتبقى نهاية الفيمر زي الفل مناسبة للمشي كويس مع ملاحظة أن لون العينين ده مش العين كلها ده لون العينين بس محتاج 14 جين تعبيري ده اللون بس متخيلين بالاضافه للجينات التحكميه لا انا همشي ان هو كل عشان يتغير الفيمر عظمه الفخد في ناحيه الركبه من زي بتاعه الشمبانزي او الجد المشترك اللي مع الشمبانزي الى بتاعه لوسي انا هقول كلها كل موضوع عشر جينات بس شويه ارقام معلش تعقد شويه بس معلش استحملوني العلماء متفقين انه رقم 10 او احتماليه 10 اس 30 دي ما بتحصلش في الطبيعه، يعني لما اقول احتماليه واحده صح من احتماليات غلط 10 اس 30 او, أو نينيليون دي ما تحصلش في الطبيعه، دي لا يمكن تحصل في الطبيعه. والديكيليون اللي انتم بتسموه الديشيليون الرقم الديكيليون اللي هو 10 اس 33 ده 1000 ضعف رقم الاستحاله. يعني 1000 ضعف الاستحاله. او عدم الاحتماليه في الطبيعه، كويس؟ يعني أول ما تلاقوا رقم احتمالية صح من احتماليات خطأ وصلت ل 10 أس تعرفوا إن ده ما يحصلش في علم الإحصاء ده مستحيل أو غير محتمل بالمرة. كويس؟ ده مش كلامي ده قدمت عليه مراجع قبل كده تفصيلا لما كنت بتكلم في الجينات في القسم الخامس. كل ده عشان ما حدش يجادلني في الأرقام اللي أنا هقدمها. طيب نحسبها بالاحتمالات. جينات الإنسان اللي حتى الآن تقريبًا مليون و ألف جين منهم جينات تعبيرية بتطلع بروتينات 24 ألف جين تقريبا والباقي ليهم حاجات وظائف مختلفة هوكس جين جين وهكذا يعني البروتين كودنج جين هم ال 24 ألف وبقية الجينات هم العدد ده كله وفي جين يكون معبر في مكان ولكن يكون تحكمي في كذا وظيفة تانية وهكذا للتسهيل الشديد مش هتكلم كمان عن تغيير الأكواد ده الإنسان في 3.1 من عشرة بليون كروت يعني 3 قدامها 9 أصفار كويس ده أكواد الإنسان التغيير اللي بيحصل بيحصل في كود أو اتنين لا أنا مش هتكلم على ده سيبكم الأكواد خلينا في الجينات هم بس المليون ومئة ألف لان زي ما قلت لكم هعتبر انه التغيير بيحصل تغيير في جين بالكامل باكواد ولا بالالاف في الجيل الواحد عشان يعني بتنازل لاقصى حد ما حدش يجادلني طيب انا عايز طفره عشوائيه في جين من الجينات اللي بتتحكم في عظمه الركبه اللي هي الفيمر اللي بتتطور عن عظمه ركبه القرد عشان يبتدي يتغير تدريجيا لشكل ركبه الانسان حلو، كويس، قوم إيه؟ يجي في قرد من القردة جدود لوسي اللي ركبته زي الشمبانزي بالظبط تحصل طفرة تنتج أو تغير جين في الجيل. حلو، أنا عندي مليون ومية ألف جين، احتمالية الطفرة اللي تحصل بطريقة عشوائية ليست منظمة ولا تصميم. يعني احتمالية واحدة صحيحة من مليون ومئة ألف جي، يعني عايز لك مليون ومئة ألف قرد يتخلفوا تحصل طفرات عشوائية باستمرار عشان تطلع واحدة منهم صحيحة من المليون ومئة ألف. معايا؟ ما هو الطفرات دي غير مقادة، الطفرات دي عشوائية، راندوم ميوتيشن، راندوم عشوائي ميوتيشن طفرات يعني تحصل طفرات عشوائية في كل الجينات دي القرد ده تحصل واحدة من المليون ومية ألف والقرد اللي جنبه تحصل في جين تاني من المليون ومية ألف والتالت واحدة طفرة في جين تالت من المليون ومية ألف وهكذا 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 عشان تحصل عندك الطفرات في كل المليون ومية ألف يعني واحدة صحيحة هي اللي انت عايزها بتاعة الركبة دي هي دي من المليون ومية ألف كويس يعني عايز أكتر من مليون قرد كلهم بيهم جين خطأ، وواحد بس منهم بجين اتغير للشكل الصحيح اللي أنت عايزه في الركبة. طب في الجيل التالي احتمالية إن تحصل طفرة تانية من العشر طفرات اللي عايزها عشان تتغير الركبة تبقى ركبة إنسان، يعني عايز طفرة في الجين اللي جنبه أو اللي بيشتغل معاه بتاعة الركبة. عشان يضاف على السابق فهي بالاحتمالات اللي هي بتضرب الاحتمالات في بعض فتبقى محتاج تحصل الطفره دي باحتماليه واحده صح الى الرقم ده اللي هو تريليون و بليون قرد يعني هتحصل طفرتين صح من قرود بها طفرات خطا هو قرد واحد هتحصل فيه الطفرتين الصح اللي انت عايزهم من تريليون ارد ما حصلتش الطفرات دي او حصلت الطفرات الخطا. الجيل الثالث احتمالية ان تحصل الطفرة الثالثة من العشر جينات فتبقى الجين الثالث كمان يتغير في الركبة هي احتمالية واحدة صحيحة من عشرة أس 18 خطأ يعني عايز لك كوانتليون إرد يتخلفوا كلهم بيهم أخطاء في الجينات، فيما عدا واحد بس هو اللي حصلت فيه الثلاث طفرات ورا بعض بطريقة صح اللي أنت عايزه، كويس؟ الرابعة والخامسة والستة عشان تحصل العشر طفرات المطلوبة، فقط احتمالية واحدة صحيحة من اتنين ونص في عشرة أس ستين. احتماليه خطأ. ده أكبر بكتير جدا من نسبة الاستحالة اللي هو 10 أس 30، ده أنت عندك رمل البحر تقريبا 10 أس 22، كل عدد رمال البحر أنت عايز قرود تبقى في حجم رمال البحر وعدد كثرة رمال البحر مش هيكفوا برضو عشان يتطور ركبة القرد إلى ركبة إنسان، كل دي قرود بيها طفرات خطأ عشان يطلع واحد بس في عظمة واحدة حصلت فيه الطفرات المطلوبة انت محتاج العدد اللي قصادك ده يتخلف من القردة اتنين ونص في عشرة أس أو, أو اتنين أو خمسة وعشرين في قصادهم تسعة وخمسين صفر أو اتنين و خمسة تسعة وخمسين صفر كل دول إيه يتخلف يتخلفوا وكل دول جيناتهم بايظه فيهم جينين 3 4 5 6 10 بيضين فيما عدا واحد منهم حصلت الطفرات بطريقه عشوائيه في ال10 جينات طلعوا صح وانا كمان تنزلت عن الاكواد ايه رايكم كل دول عشان يطلع لي القرد واحد ب10 طفرات صحيحه في عظمه الركبه اتراكمت عبر ال10 اجيال عشان تتحول عظمه الركبه بتاعه الفيمور بس من ركبه القرد لركبة من ركبة القرد لركبة الإنسان. ده أنا مش بتكلم على مئة ألف سنة. مع ملاحظة إنه حتى لا يوجد زمن يكفي الإنجاب ولا مكان يكفي الاستيعاب. سطح الكرة الأرضية ما يكفيهمش حتى ياكلوا. ده لو افترض إنه هيمثل أجيال، الرقم اللي أنا قلت لكم ده يمثل أجيال. وطفرة بتحصل واحد منهم في جيل واحد. إن لو هفترض انه الشمبانزي من ساعه ما يتخلف او جد لوسي من ساعه ما يتخلف لغايه ما هو كمان يخلف هو 20 سنه هو بيعيش له 50 60 سنه ولكن حتى لو 40 سنه ولكن من ساعه ما هو ينجب لغايه ما يقدر يخلف ويبقى هو الالفا ميل ولا وات ايفر محتاج له 20 سنه 20 سنه في الرقم اللي انا قلته لك يعني محتاج 5 في 10 اس 61 يعني مش اطول من عمر البشريه اللي هو المفروض من خمسة مليون ولا أطول من عمر الأرض اللي هو أربعة وستة من عشرة بليون بل أطول من عمر الكون اللي هو 13.7 وسبعة من عشرة بليون سنة لأن الرقم ده خمسة في 10 أس واحد وستين يعني أكبر منه أكبر من عمر الكون ببليون بليون بليون ديكيليون بليون 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 ديشيليون دي مرة من السنين خدتوا بالكم إن أنا كل اللي بتكلم عنه 10 طفلات في عظمة واحدة عشوائية انت خبره من الطبيعة بعظمة واحدة من الاثنين. أنت محتاج إن ده لازم يحصل قصاده ويكون ماشي معاه في العظمة الثانية، كل اللي بتكلم عليه الفيمر، نهاية الفيمر من تحت. أنت محتاج كمان التيبيا المقابلة إليها هي كمان الثانية تتغير، أنا يعني كل اللي بتكلم عليه نهاية الفيمر بس. لسه ما دخلتش على دي. لسه ما دخلتش على التيبيا. عشان الاثنين لازم يمشوا مع بعض عشان يعرف يمشي ويكون العظمتين مناسبين لبعض للقفل ده اللي انا قلته ده كله كمان يتكرر مره تانية زي ايه رايكم احسبوها انتوا بقى ده انا كمان اتكلمت على عظمتين بس انا تجاهلت الباتيلا اللي هي بتشترك معاهم في نظام القفل الصابونه اللي عامله زي المثلث دي وهي هامة جدا لنظام الغلق. يعني كمان اللي أنا قلته مش محتاج يتكرر مرتين، ده محتاج يتكرر ثلاث مرات. نفس الأمر اللي أنا قلته ده ينطبق على وانا ما اتكلمتش لا على الضريف ولا اتكلمت على الليجامينس، الأربطة ولا اتكلمت على كل الحاجات اللي باقية في مفصل الركبة. كل ده عشان يتطور ركبة إرد جد لوسي لركبة لوسي اللي بيدعوا إن هي ركبة بشرية. إيه رأيكم؟ نفس الأمر ينطبق على أي عضو تاني عظام القدم أو الحوض مع ملاحظة أن القدم أكثر كارثية أنت عندك قدم الشمبانزي اللي هو بالشكل ده ده مفهوش القوس طبعا ده غير موجود القوس والأربع عظام مربوطين بلجمت مع بعض أربع آه صوابع مربوطين بلجمت مع بعض والصباع الخامس متجه لوحده اللارج 2 ومفيش القوس وعظمة الكاحل مختلفة والكلام ده كله عايزها تبقى قدم بشرية بالمنظر اللي احنا عارفينه اللي هي الأصابع كلها مربوطة بليجمنت مع بعض ويوجد القوس والكاحل المناسب ده انت مش بتكلم بقى في عظمة ولا اتنين ولا تلاتة ده انت بتتكلم على كتير ده لوحده النص بتاع القوس ده فيه خمس عظام اللي هما الطوال وبعد كده وراهم اللي بيربطهم حدود سبعة تانيين وهكذا وليجمنت من تو قصة معاه وشوف بقى كل الأربطة اللي انت محتاجها وكل الحاجات دي كلها تخيل لو عظمة مش مناسبة في الرجل كل ما تيجي تمشي عبارة عن زي خنجر مطعوم في رجلك مع كل خطوة تيجي تمشيها مش قادر بسبب ان عظمه اتغيرت وكبرت او صغرت او اتغير شكلها بقت عباره عن الام سو شارب في رجلك ده لا هيعرف يمشي ولا هيعرف يتسلق برجله جد لوسي. فأنا هنا حتى ما اقدرش أتكلم على عظمه ده هنا بتكلم على عظام كتيرة جدا يعني أضعاف 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 الاحتمالات السابقة اللي قلت لحضراتكم عليها. مع ملاحظة أن كل المراحل الوسيطة أثناء تطور القدم تدريجيا بالطفرات العشوائية التدريجية كلها مش قادرة تمشي كلها لا عارف يمشي زي الإنسان ولا عارف يتسلق زي الشمبانزي ليه؟ لأن الطفرات ما اكتملتش والمفروض الانتخاب الطبيعي هينتخب طبعا الانتخاب الطبيعي هينتخبهم للفناء ده ما يعرفوش يمشي ايه رأيكم؟ مع ملاحظه ان كل ده ما يقدرش يمشي والانتخاب الطبيعي طبعا ينتخب للفناء والمفروض قبل انه فجاه لوسي طلعت بركبه بشريه بتكلموا مين واحنا برضه الجهله في الاخر احنا برضه اللي ما بنفكرش تفكير نقدي تخيل هذه القرود المراحل الوسيطه اللي هيمر بعشر مراحل تطور بس في ركبته عشان تتحول ركبته من شمبانزي لانسان او ما يشبه الشمبانزي والجد المشترك للانسان ولكن كل المراحل الوسيطه اللي انا قلت لكم عليها دي الركبه غير مكتمله يعني كل دول اللي انا بقول لكم عليها اللي بتحصل فيهم طفرات في الركبه بتاعتهم اي محاوله للمشي او التسلق مؤلمه جدا مش قادر يمشي يعني ضد الانتخاب الطبيعي وده اللي اقر بيه العلماء كلام انا بقول لكم ده مش كلامي الكلام ده قالوه علماء مميزين جدا قالوا الكلام ده ما ينفعش الانتخاب الطبيعي انه ينتخب من الطفرات فاكرين لما قلت لكم على الكلام اللي قاله البرت جريجوري عارفين مين ده ده واحد من الناس المهمين جدا في شرح الدي ان وده الحاصل على جائزه نوبل مرتين البرت جريجوري ده ده مش واحد بيعمل ابحاث تحت بير السلم ده من الاساسيين في اكتشاف تركيب الدي ان ايه الراجل قال ادعاء ان التطور يتم بطفرات عشوائيه تدريجيا ده خطا لأنه لا يمكن أن ينجو أي كائن ولو للحظة لو لم يكن مكتمل كل وظائفه وكلها تعمل بطريقة جيدة وإلا الانتخاب الطبيعي يفني آدي نص كلامه الحقيقة هي أن أعضاء الجسم هي بدون فائدة إلا لو كانت متقنة ركز في كلمة متقنة يعني مصممة بالكامل فرضية قانون البقاء للأصلح Survival of the fittest هو عما سينتخب ضد اي طفره عارفين ال طفرات اللي قلت عليها انت اللي عندك قوه شغاله ضدك كل طفره تحصل الانتخاب الطبيعي يشيلها وانت عايزهم يتراكموا بس الانتخاب الطبيعي كمان مش مستنيك يتراكموا الكلام الانتخاب الطبيعي شغال بيزيل حتى عدد كبير من الطفرات تكون حدثت بالفعل وده ما بيحصلش ان الطفرات تحصل مع بعض بالطريقه دي لتنتج تركيب كامل يعمل، بعدها الانتخاب الطبيعي يعمل نظريا لاختيار الكائن الذي بيعد عضو مكتمل. ادي نص كلامه قدام حضراتكم. تطبيقا لكلامه هو كلام صحيح ان المراحل التطور في الركبه لا تنجو الا لو كانت كل العظام مكتمل تصميمها من البدايه. ركبة الشمبانزي تكون مكتملة من الأول بهذا التصميم المناسب لحياته والتسلق. ركبة الإنسان تكون مكتمل تصميمها من البداية بكل التفاصيلات اللي أنا قلت لحضراتكم. ده معناه إن لازم ما تنفعش تأتي بالتدرج وإلا مش هتنجو أصلا. أيضا وضح كوسلر إن الطفرات الفردية يعني واحدة من العشرة تحصل لوحدها دي هتمحى قبل أن تتاح الفرصة لبقية الطفرات. ليه؟ لأن الوظائف تعمل معا والطفرة في شيء فردي لا يصلح. فيقول لكم كل طفرة ستحدث لوحدها ستزال. زي ما بقول لكم كارثة كمان اللي أنا قلت لكم عليه ده اللي ماشي في التغيرات وحسبناها بالاحتمالات ما تنفعش. ده أنت كمان في قوة هي شغالة ضد هذا الأمر وهو الانتخاب. كل ما تحصل طفرة من العشرة دول اللي بقولكم عليهم أو ما تحصل واحدة منهم يروح الانتخاب شايلها لك ويتزلها وانت دي اللي قاعد مستنيها ستزال قبل أن تتحد مع آخرين كلهم يعتمدون على بعضهم بعض التعاليم ركزوا في كلامه بيقولكم ايه التعاليم اللي هو فكرة التطور المزعومي يادا التي تقول أنهم يحدثوا معا كانت بسبب تتابع حوادث عمياء هو اهانه ليس فقط للبديهه العامه ولكن ايضا للمبادئ الاساسيه للتفسير العلمي ايه رايكم كلام ده قاله نصا في كتابه ذا جاست ماشين يعتبر ده اهانه للعقل عشان لهم كلامكم بتاع التطور وعقيدتكم التطوريه الالحاديه ده ضد العقل يتريقوا علينا احنا يقولون يا ضد العلم يا يا رغم العلماء هم بيقولوا الكلام ده اهانه للعقل عشان واحد يقول لنا ان طفره عشوائيه تحصل فيحصل وعندها طفره تانية تتراكم عليها وطفره ثالثه ورابعه وده اساسيات عقيده التطور ده بيقول لكم ده اهانه للعقل ده ما بيحصلش ومش هينفع يحصل ولو ما كانش العضو مكتمل بالكامل مش هتنتخب الطبيعه شبهها البرت جريجوري مره ثانيه بالضبط بالمثال الشهير بتاعه جدا انه اللي يوقع ساعه سويسري دقيقه جدا فلما تقع الساعه على الارض وتتكسر واحد من التروسها او تتلخبط التروس وتتفكك عن بعض واللي بيرمي الساعه ده متوقع ان هو بالطريقه دي هيحصل بهذه الحادثه العشوائيه متوقع ان يحصل على ساعه افضل ايه رايكم طبعا ده لا يحدث ليه؟ لأن التروس من البداية يجب أن تكون كلها متناسبة معا لساعة من الأول جيدة. ده نص كلام أو المثال اللي ضربه ألبرت جريجوري. في كلامه Drive in living matter to perfect itself. فآدي العلماء قالوا لكم الكلام ده. بنفس الطريقة إهانة للعلم والعقل أن يفترض واحد من طفرات عشوائية هتطور ركبة الجد بتاع لوسي اللي زي القرد إلى ركبة إنسان لأن العظام من الأول يا إما لازم تكون ركبة كاملة التصميم رائعة مناسبة متناسقة جدا يا إما ما تنفعش ولا تصلح أن تأتي بالتطور التدريجي فهمتوا اللي أنا كنت أقصد أقوله لحضراتكم حتى علم الجينات والقواعد بتاعته تؤكد خطأ الإدعاء بتاع حفرية لوسي وغيرها من الحفريات عشان كده لوسي هيكل يشبه الشمبانزي القزم ولولا ما أضافوا عليه ركبة بشرية وتزوير قالب حوض يشبه البشر إستمر هو عبارة عن هيكل يشبه الشمبانزي القزم فلوسي مش بس بتزوير العظام بل حتي لما نحتملها بندرسها بعلم الجينات وإحتمالية الطفرات لا تصلح إلا أن تكون شمبانزي أيضا مهلر لخص الكلام ده وقال انه كل اللي احنا بندرسه في هيكل لوسي عباره عن شمبانزي. فقالت من الادله هي كثيره جدا توضح ان لوسي لم تكن اكثر من شمبانزي قزم ومشى بنفس الطريقه. يمشي على قدميه في بعض المناسبات ولكن في اغلب الاوقات على اربعه، زي بالضبط الشمبانزي القزم. يكملوا يقولوا الأدلة على التحول من قرد الإنسان هي غير مقنعة للغاية. كلامي أنا ده كلام مجلة مدارس أحد ده كلام علماء متخصصين. كل بيدرسوا حاجة في هيكل لوسي يلاقوه زي الشمبانزي القزم. والفرضيات المزعومة على إنه مرحلة وسيطة أو ادعاء بيتطور في المشي غير مقنعة بالمرة للعلماء المتخصصين. هذه نص كلام ايضا لم يكتشف زي ما حضراتكم عارفين جمجمه مكتمله لوسي، لكن تم اكتشاف قطعه صغيره وجزء من الفك وهو الجزء السفلي، فاكتشف الخمس قطع صغيره من الجمجمه والجزء الفك السفلي من لوسي. لما قارنوا هذه القطع الصغيره بما يشابهها من الشمبانزي طلعت نفس الشكل بالظبط. الجمجمه لا تختلف كثيرا عن الشمبانزي بل اكشوالي شبه تتطابق معه. ايضا حتى الفك واتكلمنا عنه قبل كده فلوسي في تكوينها التشريحي تشبه بل تصل الى ما يشبه التطابق مع الشمبانزي وخاصه نوع الشمبانزي القزم ومخها صغير زيه بالظبط الكلام ده لا يكون كلامي لا آدم مراجع قدام حضراتكم يشرحوا هذا الامر بل في بحث نشر في مجله التايمز وضحه مفاجاه إن مش بس مخها صغير وجمجمتها زي الشمبانزي ب 450 سم مكعب، بل أيضا ودي مشكلة تانية، إن الساقين بتعود لوسي قصيرتين زي الشمبانزي القزم وده مشكلة في المشي. أدي آه الكلام قدام حضراتكم. ده تايم magazine ريبورتد in 1977 that لوسي had a tiny skull, a head like an ape, a brain case size the same as of the ship. شم 450 سي سي and was surprisingly short legged. ايه رأيكم؟ الإشكالية في قصر الأقدام يعني ما ينفعش يشيل الجسم يمشي عليه باستمرار. ما أنت بتكلم في غابة لازم يكون سريع. لا ده الرجلين ما تشيلش الجسم. تصلح للتسلق زي الشمبانزي القزمة أيوه. لانه بيتسلق بايديه ورجليه بتساعد. لكن ما تنفعش تشيل الجسم هذا المنظر. فلوسي او الاسترالوبيثيكس افرانساس عامه هو جنس او نوع من القرده منقرض يشبه الشمبانزي وخاصه الشمبانزي القزم قوي. وقد يكون هو عباره عن تنوع من. ايضا مره اخرى قالها المكتشف الهيكل من الوهله الاولى يحرج احنا بنقول عنه مرحله بسيطه بس كل ما نبص عليه نلاقيه لا يسع مثل الانسان على الاطلاق embarrassingly unhomo أن like والكلام ده اتنشر في مجله ساينس ايضا دكتور جيمي شرفس قال ان كاحل لوسي ودي النقطه اللي قلت لحضراتكم عليها متجه للخلف تماما مثل القرده على عكس الانسان المتجه للامام عشان يقدر يمشي عليه أيضا اعترف بكل وضوح أن الفرق بين لوسي وما بين الإنسان محدش يقدر يخطئ فيه واضحة تماما أنه زيها زي الشمبانزي مش زي الإنسان concluded that the difference between her and human beings are unmistakably يعني ما تقدرش تخطئه واضح الكلام ده اتنشر في مجلة نيو ساينتست أيضا عالمة حفريات من جامعة نيويورك هي وزملائها درسوا الهيكل وقالوا الهيكل ده ما ينفعش غير لقرد يتسلق الشجر لا اكثر ولا اقل سوزان هي والتيم بتاعها قالوا الكلام ده بعد دراسه متانيه للهيكل وبرده الكلام ده اتنشر في ساينس نيوزليتر ولا يزال بعد كل ده بيكرروا ادعاء ان هي من اسلاف الانسان اعتمادا على ايه فقط على عظمه الحوض المزوره والركبه اللي جابوها من مقبره بشريه او قرب مقبره بشريه وحطوها في هيكل لوسي عشان يدعوا ان هي من جدود الانسان وبتمشي على قدمين وعرفنا من الاتنين ان الاثنين مزورين. ادعاء ان ركبه لوسي وهي استرالوبيسكس افرانسس، على عكس الحقيقه انها ركبه تشبه ركبه الانسان. الامر ده لو اي انسان حيادي كان شافه من الاول ان هي ركبه انسان. ومعنى وجود ركبه انسان مع لوسي معناه ان الانسان مجاش بالتطور. لكن استمرار ان هم قاعدين حتى بعد كل ده يستمروا ويقولوا ركبه لوسي ركبه لوسي ده بقى تزوير ده يعني زي ما شرحت لكم في ناشونال جيوغرافيك اللي قاعده تقول لكم لوسي زنين. لا هي مش لوسي زني مش ركبه لوسي وايضا موقع توك اوريجين اللي بيهاجم بعنف من يؤمن بالخلق وبيقدم ادله للتطور حتى التزوير احيانا ولكنه يقول هي الركبه كانت جزء من حفريه اخرى وجدها في وقت سابق ولكن فعلا وضعهم معا بإيه؟ بأدلة علمية؟ لا مش بأدلة علمية، أمال بإيه؟ بالمنطق. يا سلام! ظنا ومدعيا أنهم من نفس الجنس. إيه رأيكم؟ put them together logically claiming that they were of the same species. يعني هل آه جوهانس لقي دليل علمي على انها ركبه لوسي لا ما لقيش هو حطها بالظن قال هي تنفع نحن نحطها ايه رايكم ما هو دليله على انها من نفس الجنس وليس ركبه بشريه عشان يحطها على هيكل قرد دونالد مكتشف الهيكل ده اللي ادعى ذلك هو انسان غير حيادي بالمره وشفتوا كلام ميري ليكي وغيره من العلماء اللي قالوا كان بيعمل اي حاجه عشان الشهره وبس وكان طبعا هو ليه الفائده المباشره الماليه والعلميه وغيره والنجوميه ان هو يدعي هذا الادعاء استمرت الابحاث حول عظمه الركبه والفخذ ونشر تراديوس ابحاثه اللي فحص خلالها تشكيل الاطراف السفليه وقاس انحناءات العظام والحوض والركبه وغيره والاستنتاج الاخير من الفحوصات اللي اجراها على عقلات الأصبع في حفريات تانية للأسترالوبيسيكاس اللي بينت مقدار تقوسها مما يناسب تسلق الأشجار زي الشمبانزي ليه لسه بيعملوا لغاية دلوقتي بإيدين ورجلين بشر فمرة تانية التأكد من عظمة الركبة إن هي ليست للوسي أصلا وليس لها هيكل إزاي يدعوها إن هي تبع جنس أسترالوبيسيكاس أفرانسيس مش ركبة إنسان صغير ايضا دكتور جون موريس الشهير وهو طبعا من احد العلماء الخلقين الشهير في مقاله ووز لوسي ان ايب مان قال ان ركبه انسان حديث تحقيقات كثيره شملت حتى ريتشارد ليكي المشهور ابن لويس ليكي وميري ليكي واستنتجوا هو ريتشارد ليكي ومن معهم الابحاث دي استنتجت ان غالبا هيكل لوسي ده كمان مش بس حطوا عليه ركبه بشريه ده غالبا مشترك ما بين اثنين او ثلاث اجناس مختلفين وليس هيكل لكائن واحد واتوضعوا مع بعض بطريقه خطا. Several investigators including Richard Leakey نفسه have now concluded that two or perhaps three species هيكل لوسي اللي بيقدمه لكم كمرحله وسيطة ده تجميع من اثنين او ثلاث اجناس have been wrongly combined in Lucy. She was not a human ancestor. أحسن حاجة إيه؟ عبارة عن قرد مندسر. At best, she was a form of extinct ape. إيه رأيكم؟ حتى بدراسة شيء بسيط في الأناتومي يتضح أكثر أنها فقط تشبه الشمبانزي القزم. باختصار الفروق في الاناتومي للمشي بين القردة والانسان حتى من الكتاب المشهور لادلة التطور يعني شاهد شاهد من اهلهم اللي هو واي ايفوليوشن از في صفحة 200 لما بيقدم الصور المختلفة اتجاه عظمة الفخذ للانسان كمان لازم هي متجهة للداخل عشان يتم تحديدها لازم تدرس بقية الحاجات والاربطة والعضلات وهكذا عظمة الركبه فلوسي غير مكتمله فاحنا ما نعرفش الشكل السفلي ما نعرفش اذا كانت تنفع تمشي ولا لا فكل اللي عملوه شويه خيال علمي عشان يركبوها بهذا المنظر ايه رايكم بل يقول لنا في صفحه 201 بينما الشمبانزي ليسوا جدود في طريق الانسان فهم غالبا يشبهون الجد مشترك اكثر من من البشر يعني بيقول لك لوسي دي على فكره تشبه الشمبانزي قوي ما تشبهش الانسان بس هنقولها لك بطريقة نلعب في الكلام شوية بينما الشمبانزي مش جد الإنسان لكن الشمبانزي كان يشبه قوي قوي الجد اللي بنحاول ندعيه هو جد الإنسان إيه رأيك؟ إيه رأيكم؟ يعني لوسي اللي بيدعوا أنها جد الإنسان هي تشبه الشمبانزي ده إعتراف ضمن ده. هذا التزوير المسمى لوسي كل اللي احنا قلنا عليه ده حاطينه في هيكل وهم من يعتبروا هذا الهيكل بكل التزوير اللي فيه أفضل دليل على إثبات تطور الإنسان كل الكوارث اللي احنا قلناها ده ده أحسن دليل عندهم طالما ده هو أحسن دليل عندهم مش ده يوضح لكم ان هم الاكشن اللي ما عندهمش ادله ايه رايكم ان يكون احسن دليل عندهم هو عباره عن مجموعه تزويرات ده ما عندهمش ده معناه ان ما عندهمش دليل حقيقي لو كان عندهم دليل حقيقي ما كانوش يحتاجوا لكل هذا التزوير وده معناه ان لا يوجد عندهم لا هياكل ولا ادله حقيقيه وعدم وجود ادله حقيقيه على التطور لكن ان هو ما حصلش فامتى هيغيروا المكتوب في المناهج التعليم عن جدود الانسان من معلومات معروف ان هي خطا وتزوير وطالما ثبت انه ما ينفعش يكون جه بالتطور هيعترفوا امتى ان هو ما جاش بالتطور ولكن جه بالخلق هكمل لحضراتكم شوية حاجات تانية لسه فاضلة في الجزء القادم عن حفرية لوسي عشان تعرفوا ان اشهر حفرية بيتكلموا عليها في ادعاء تطور الانسان ادي الكوارث اللي فيها ربنا يبارك حضراتكم